السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زيت للتدليك، زيت البارافين وكريم فازلين وزيت الحبة السوداء أو ما بيسمى باللهجة المغربية زيت الشانوز، له فوائد عدة. ثم نستعمل زيت الأرغان، يمكن خلط هذه المواد في قارورة واحدة. هذا الفيديو مقسم إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول نقوم بتدليك الجهة الخلفية للساق الرجل والرجلين، نقوم برش أو وضع قليل من الزيت، دائما نحرك لتحريك الدورة الدموية. بداية نقوم بتنشيط الدورة الدموية صعودا ونزولا. وتدليك باطن القدم وجانبيها وداخلها. هناك صورة توضيحية لعضلات باطن القدم. هناك المفاصل، نقوم بحركات دائرية وحركات جانبية كما موضح الآن في الفيديو. ولا ننسى عضلات تحت القدم وهي مهمة جدا، دائما نحاول الضغط نحو الأسفل في اتجاه العضلة. شكل العضلة شكل جانبي من عظم القدم إلى عظم الأصابع. نقوم بنفس العملية في الرجل الأخرى، نضع الزيت ونقوم بحركات دائرية و بالضغط على عضلات باطن القدم والقوس أو الحفرة باطن القدم بشكل دائري كما موضح في الصورة جانبه، دائما من الأسفل أو الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل. كذلك لا ننسى عضيمات ما تحت الأصابع، ونعود إلى ساق الرجل. هذه الحالات صالحة لعلاج ألم المفاصل القدم. ضروري أن تكون هناك زاوية قائمة، نقوم بالضغط على الرجل في اتجاه على شكل زاوية قائمة لاستطالة عضلة ساق الرجل، ثم نقوم بحركات دائرية جانبية في كل من اتجاه اليمين واليسار لساق باطن الرجل. لا ننسى أن أهم شيء رفع الرجل قليلا، ونقوم من الأسفل نحو الأعلى. لا تحركي مثل أو لا تحرك مثل هذا الشكل. يجب فصل القدم منها قليلا ثم نحرك الرجل. هذه هي الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة تقوم بجر القدم نحو في اتجاهك والدفع الأصابع نحو الأمام. بحالة إذا كان هناك ألم في الشد العضلي يجب استطالة العضلة. بعد التدليك ضروري هناك استطالة العضلة لجر العصب العضلي، حيث هناك دائما يكون هناك عقد في العضلة أو في الأعصاب. هذه الحالة جيدة لألم المفاصل وخصوصا ألم القدم. هذه حركة جيدة، أقوم بهذه الحركة لتفادي الألم. كذلك لا ننسى الركبة،
خلف الركبة، هذه العصبين أو هذه المنطقتين مهمتين جدا للتدليك، يجب تدليك بهذا الشكل. انظر هناك، تبدأ عضلة التوأمين، ثم العضلة الثالثة، هناك ثلاث عضلات في ساق الرجل، العضلة الوسطى وعضلة التوأمين. هذه الحركة أيضا مهمة لمن يعاني آلام ساق الرجل وبطن القدم. تقوم بهذه الحركة ضرورية ومهمة. الركبة دائما نحو الأعلى، والدفع بأصابع القدم نحو الأمام. نعود نفس الكرة بالنسبة للرجل الأخرى. الحركة تكرر، أعيد أن كل الحركات التي قمنا بها من قبل تعيد 10 مرات حتى 20 مرة. لعلاج أقصى حد للألم، شد العضلي أو التقلص العضلي، نعمل هذه الحركة. كما ترون تسمى تنسوا وأيضا تخفيف فليكسيون، بمعنى تني الرجل، مفصل القدم مع مفصل الساق ومفصل الورك، حتى نصل درجة 70 بين في مفصل القدم. هذه أقصى فرصة لتمدد الساق العضلة حتى يتلاشى الألم. طبعا بعد التدليك، أحد ملاحظة يجب أن تعرف أن العضلة لم عندما تصل إلى قمة التعب، تقوم ألياف العضلة بالتقلص بشكل دائم حتى تكون على شكل عقدة عضلية وتبقى دائمة، هي التي تسبب الألم. لذلك لا ننسى هذه الحركة مهمة جدا. ونحن الآن في الجزء الأول، بمعنى النوم على البطن. كل هذه الحركات الجزء الأول بالنوم على البطن، نقوم بهذه الحركة وهي أساسية جدا، وأنصحكم بها، إنها سر في علاج الآلام، وحتى وليس فقط آلام الساق والرجل، وإنما أيضا في حالات تصلب عصب العضلة، وأيضا تشوهات الخلقية عند الأطفال معروفة. هذه الحركة أيضا كما تنظرون في الصورة جيدة للرجل المعقوفة أو المقوسة، كذلك للرجل الحدباء. كل هذه الحركات التي نقوم بها ليست فقط للأطفال وأيضا للكبار. بالنسبة لهذه الوضعية تحتاج لمساعدة الأم أو أحد من أفراد العائلة، أن صعب أن تفعل هذه الحركات وحدك، فيجب أن يكون هناك أحد للمساعدة. هذه حركات جانبية، كما تنظرون هناك عضلة في الجانب. أنا أتفادى وضع أسماء العضلات، أحاول شرح بشكل مبسط لهذه الحركات ليستفيد الكل. هذه الحركات جيدة ومفيدة، نستعملها في الترويض الطبي أو العلاج الفيزيائي. كما تنظرون ها هي العضلات. الجزء الثاني، نضع الزيت مرة أخرى في الواجهة الأمامية. هذا الجزء خاص بالواجهة الأمامية للرجل وساق الرجل. نقوم بدهن جيداً وحركات دوران وتدليك وصعود ويمينا، ونركز على كل عضلة على حدة وكل عظم على حدة حتى نكتشف مناطق الألم ومناطق الضرر أو مناطق الشد العضلي، ونركز عليه بالضغط عليه قليلاً. يجب أن نركز على منطقة الألم بالضغط قليلا، وعليكم بالصبر.
هناك يكون هناك ألم شديد، ولكن هذه هي طريقة وسر نجاح عملية التدليك والشفاء من هذا الألم. انظروا جيدا، نقوم بتدليك كل الثنيات بين الأصابع، ونختار كل عظمة للقدم ونحركها صعودا ونزولا. نأخذ كل عظمة والعظمة التي تليها، كذلك نحرك الأصابع نحو الأعلى وممكن نحو الأسفل، كل واحدة على حدة وأكثر من مرة. نفس الحركة في المرة السابقة للجزء الأول، تريبل فليكسيون. كذلك هذه الطريقة تقوم تقريبا زاوية 70 درجة في اتجاه الأعلى والقدم على السطح، ثم في اتجاه آخر نحو اليمين. ركزوا جيدا، يجب شد ساق الرجل، ضروري شد ساق الرجل جيدا، امسكها جيدا. ثم حركات دائرية وبطيئة، حاولوا ألا تسرعوا في حركة الدوران حتى لا نسبب ألم آخر. انظروا شكل، سبحان الله الخالق المصور، شكل العصبات العضلات. كذلك نفس الحركة السابقة بالطريقة الصحيحة كما ذكرتكم سابقا، وانظروا إلى مفصل القدم، شكل مفصل القدم متساوي سبحان الله. كذلك الخطوط كما ترونها متوازية، فسبحان من أبدع هندسة دقيقة سبحان الله. انظروا شكل العصبة التي تمر من الساق نحو القدم الجانبية، ركزوا جيدا على أصابع كذلك بمساج وحركة دائرية. أن هذه الطريقة تشبه غفلوكسولوج، ولكن هناك أركز على العلاج الطبيعي و أو الترويض الطبي. كذلك هذه الحركة مهمة جدا في الجانبين ومن الأمام. الجهة الجانبية، وهذا جزء مهم جدا، لأن كل جهة من الجهات التي قمنا بها من قبل لها عضلات خاصة بها سبحان الله. هذا الجزء مهم جدا، لأن الجهة الجانبية هي أكثر تضررا، وهي أكثر مناطق التي يكون فيها الألم شديد، وحتى تكون فيها تشوهات خلقية لبعض حالات عند الأطفال. هذه الطريقة تعيد نفس الحركة، ولكن هذه جانبية وتكون أكثر استطالة من الجهات الأخرى التي قمنا بها في الجزء الأول والجزء الثاني. كذلك هناك التركيز على هذه العضلة التي معروفة جدا بسبب مشاكل تقطع العصبات، وكما نقول التواء الكاحل. مع السبب الرئيسي هو أنها تكون تميل دائرية على العظم الجانبين ميول إكسترن وإنترن، ونقوم بهذه الحركة تساعد على حتى استطالة من جانب أو من جانب الأيمن وتقوية لجانب الأيسر. كذلك العكس، تحريك الأصابع واستطالة التريسبس العضلة الخلفية للساق. كذلك العكس، هذه هي النتيجة التي نبحث عنها، حركة الرجل بدون ألم. كذلك تمشيط بطن الساق لتنشيط الدورة الدموية. انظروا جيدا إلى هذه المنطقة، يجب أن تكون مقعرة، إذا كانت بيضاء فإن الرجل سليمة، أو أثار الرجل تكون سليمة. يجب أن تكون فارغة وبيضاء، عكس الجهة الأخرى تكون حمراء.
هذه هي الطريقة لتأكد بأن الرجل سليمة 100%. وتساعد هذه التمشيط للزيادة في إحساس الرجل إذا كانت تعاني من التخدير أو شيء أو مشكل في الإحساس. انظروا الصورة على شكل العظام والعضلات والجلد، يجب أن تكون هناك فراخ أو قوس خاص لبطن الرجل. سأذكر في إن شاء الله فيديو قادم على أنواع بطن الرجل. نقوم بحركة أخرى، نضع اليد فوق الحوض وندير الرجلين هكذا. بهذه الطريقة تتأكد من سلامة الرجلين ونتيجة الوقوف بدون ألم. وشكراً.